معكم المعلم محجوب، معلم القناوي متمارس هذه 40 سنة من عائلة قناوية أبا عن جد. الناس الأولين ديال تورقة اللي كانوا في قناوة منهم جدي وعمي والواليد. معكم معلم عبد الحنين من مدينة سلا، وتعلمت الفن القناوي مع معلمين شيوخ كبار تبارك الله، مع المعلم محجوب تبارك الله تا هو دوزت معاه تا واحد البركة، ودرت الجروب ديالي ووليت أنا عندي فرقة ديالي في الموسيقية قناوية. بالنسبة لي أنا تا قناوي أنا قلت لك في الدم، حيت دست في عائلة قناوية، كان جدنا معلم قناوي، العيالة عندنا قناويين، رجال قناويين، توارقة كل شيء تعرفها اللي كان فيها الناس ديال دار المخزن كل شيء مقنوي. جرني القنبري عنده هو الأول، الليلات كل عام في شعبان في رجب زعما كان ديما عندنا حنا الليلة. شي حوايج اللي خلاوني من صغري نمشي للقنبري ونمشي الليلة ونمشي الريتم القناوي. انا كعرفت راسي ملعبت قناوي في الصغر ديالي، كانت العمه ديالي كدير ليله الحضره القناويه في شعبان، تنحضر دوك الطقوس، تعجبوني دوك الطقوس ودوك الالوان ديال الملوك وداك الشيء، حتى وليت انا تنجذب، وليت تنبغي يعني واحد الحاجه كنحبها من قلبي، وليت تنقلب على اصدقاء دراري كيديروا هذا الشيء ديال قناوي، ولينا تنتولعوا كنريحوا في اصدقاء يعني في الشارع. خويت بلادي، مشيت للصويره، مشيت لمكناس، مشيت للازرو، مشيت للفاس، يعني جينا درنا واحد الجوله، رجعت عندي واحد المعلم، المعلم هو اللي كنت عزيز عليا، كان داك المعلم بحال هو الاسطوره ديالي، يعني تنتغنى به، عزيز عليا، يعني بغيت نسمع ليه، بغيت نولي بحالو. انا جيت مولع بتقناويت وجيت كملت معاه هو شيخني. اول مره زيت في القنبري من غير تقناويت كنت مشيت توظفت، ومني جيت واحد غبت عليهم واحد 3 شهور، جيت من هذاك السطاج جيت موحش الليله، لقيتهم خدامين في الليله في شعبان، قلت حوايجي وخلطت على عمي لهذيك الليله وهذي، وعرفني رانا موحش وباغي نضرب القنبري وباغي نضرب قرقابه، وقرقبت معاهم غنى، قال لي نوض كمل. نط قبضت القنبري في النص، نزلت على القنبري على الخدمه الكمارات الخدمه، هادشي اللي كان. اول مره زدت في القنبري كنا حنا دراري شباب بعضياتنا، تعلمنا في نفس الفتره في نفس الوقيته، درنا ليله ديالنا بعضياتنا، عرضنا على الناس، عطاوني ضربت القنبري، يعني واخا تنضربوا في واحد الخلعه واحد الرهبانيه، لانه هذه الاله كنا كنخدموا مع الناس الاولين، صعيب تضرب القنبري قدام معلمين كبار. اول مره نقصر قدام الناس كانت في 1981، المعلم بحال اللي قالك عبد الحنين تيولي عنده انا جوا واحد الخليفه ديالو هذيك في شعبان، اللي جاوا في نهار واحد جوج الليلات تيصيفطوا هو بربعه وتيمشي هو ربعه، كنا قسمنا ومشيت انا كمعلم، هو دا مع ربعه وانا ديت مع ربعه، ومشيت وجيتي وبليجي باش انا اللي ندخل العاده، انا هو المعلم وانا اللي نقبط القنبري حتى الصباح. ضربت واحد الفوق 10 سنين 20 عام عاد وليت تنقول المعلم والناس يقولوا لي المعلم. اول مره قصرت قدام الناس هي النهار اللي درنا ديك الليله حنا اصدقاء ديالنا مجموعين، واخا كنت صغير وجاو دوك الناس تبركوا مني وباسوا لي راسي وقال لي تبارك الله عليك، يعني حسيت بواحد الفرحه واحد الشعور يعني لا يوصف. دابا الليله تيلبسوا البلدي، المعلم تيدير الجلابه ولا الفوقيه ديالو، الدراري حتى هما تيديروا فوقيات بحال اليوم، راه ولاو اللبسات وداك الشيء مقاد ماشي بحال بكري. كاين الابيض، كاين الخضر، كاين الكحل، قبل من الكحل كاين اللون ديال بودرباله، كاين الكحل، البحريه اللي هو اللون ديال البحر، وكاينين الالوانات ديال العيالات ميرا وماليكا، هذه هادو كل وحده كل ملك عنده اللون ديالو. يعني عندها ملي استعملت التقناويت هو اللي بس التقليدي يعني البلدي، الدراري كيلبسوا القندريسات وقوامج ولا جابادور، دابا ولاو لي جابادور، وديك الشواشي ديالنا حنا دقناوه، ديك الشواشي بالشعار والوداع والبلاغي يعني بلغة بلديه، الدراري كيلبسوا موحد لون موحد، المعلم تيلبس نفرز عليهم. انا الهدف ديالي ملي دخلت التقناويت بليدي ديال نتعلم نولي قناوي، قرا قبي بحال اللي قلت لك عاد نوصل للمعلم. الوغ واحد الوقيته بدا تيبان لي الموسيقى في المغرب ما معيشاش، والمعلم ديالي كان موظف، الوغ كنت ديما واخا درت كذا 30 عام السيرفيس ديما تنحلم بانني واحد النهار غنخرج وارجع للموسيقى. هادشي اللي وقع لي هادي واحد 3 أو 4 خرجت ورجعت للموسيقى. يعني الهدف ديالي يعني بغيت نوصل انا بحالي بحال زعما جميع المعلمين، يعني ندير فرقه ديالي، يعني انا نشد الخدمه ياكلوا معايا الناس عبد هذا الخبز، دوك الناس اللي معايا تجيك خرجات لبرا، يعني تلاقى مع ناس، يعني بالنسبه لي انا تنبحث في التقناويت، يعني كنشتغل على واحد البروجي ديالي باش نوصل لواحد الحاجه، يعني انا تنشتغل عندي جروب ديالي قناوه ماجيك، يعني حنا كنخدموا، يعني خاص اللي يشدك كما قال المعلم اللي يزيد بيك انت لواحد شويه يزيد بيك،
يعني رحت واخا تخدم انت واخا ما كاينش اللي بينك غتبقى محدود. يعني دوك الاحلام ديالك اللي تبغى توصل لهم تتبقى محدود فيهم ما توصلش لهم حيت الناس دايرين لك واحد الحاجز. هاد الناس اللي عندنا هنا في الحرفه ديالنا نيت معانا بحال ما احتكرناها بعضياتهم. لا كاينين معلمين اخرين يعني عطيهم فرصه حتى هما. كاينين معلمين قبل مني انا عطيهم فرصه عاد تحلي انا فرصه للشباب. النصيحه ديالي للمعلم بالحنين بغيتو يبقى في هذا الريتم اللي غادي بيه في الطريقه ديال الخدمه والمعامله ديالو مع الناس، وانا فرحان ليه ملي تنشوفو داير الرباعه كيفاش يتعامل معاهم وكيفاش يعاونهم، كيفاش اللي بغى يسبع تيسبع معاه، اللي بغى يعرس تيعرس معاه. هو جو وشي حوايج اللي ما دارهم شهادو دابا اللي هضر عليهم هو قبيله، نزيد نشجعو باش يدير هاد الشيء وما نكرهش حتى هو. انا نشوفو ان جون اللي غدا ولا غدا حتى هو نسمعو مشى لفرنسا حتى هو يكون دراري اخرين يدير الخليفه ديالو يدير رباعه اخرى. وتنصح قناوة كاملين من غير عبد الحنين باش يقراو ولا يقريو ولادهم، اللي ما قراش يقريو ولادهم، لان اليوم القناوي بلا قرايه بلا والو راه ما ساوي والو. يتبعوا التقناوي ويتبعوا الدومين ديال القناوه واني يديروا شي حاجه اللي تنفعهم، لان الموسيقى في البلاد راه داكشي على قدو راكم عارفينها، ماشي غير قناوه، الموسيقى في البلاد ما تعيشكش.